بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، النهاردة معادنا مع مرضى الضغط الدم المرتفع. مرضى ضغط الدم المرتفع هنتكلم النهاردة عن كابوتين. كابوتين لعلاج ارتفاع ضغط الدم. كابوتين هو عبارة عن أحد الأدوية المشهورة اللي بتستخدم على نطاق واسع. يتكون كابوتين من كابوتوبريل، وهو دواء ينتمي لمجموعة الأدوية التي تعرف باسم مثبطات الإنزيم المحاول الأنجيوتنسين. وتعمل هذه المثبطات على المساعدة على ايه؟ على المساعدة في توسيع الأوعية الدموية. ولما تتوسع الأوعية الدموية فتلاقي الدم بيجري في مكان واسع بيتحرك فيه، فيساعد القلب على ضخ الدم. يبقى موضوع ضغط الدم، مفيش ضغط دم، لأن ضغط الدم هو نتيجة إن المكان ده يبقى فيه المكان اللي بيجري فيه اللي هي الأوعية الدموية والشرايين والأوردة ضيقة. طيب كابوتين هل يوجد منه أنواع؟ طبعا في أقراص كابوتين 25 ميلي جرام كبسولز، أقراص تؤخذ بالفم تحتوي على 25 ميلي جرام من مادة كابتوبريل. أيضا كابوتين 50 ميلي جرام تركيز أعلى، 50 ميلي جرام أقراص تؤخذ بالفم تحتوي على 50 ميلي جرام من المادة الفعالة كابتوبريل. طيب احنا ليه بنستعمل كابوتون؟ يستعمل هذا الدواء في علاج ارتفاع ضغط الدم المرتفع وبعض امراض القلب، خفض ضغط الدم والوقايه من الاصابه بامراض القلب والسكته الدماغيه. المرضى الذين لا يضخ قلبهم الدم بكفاءه عاليه فيما يعرف باسم هبوط القلب. ايضا المرضى الذين عانوا مؤخرا من نوبه قلبيه. ايضا علاج امراض الكلى لدى مرضى السكري، في بعض الدول بتقول سكر وبعض الدول بتقول السكري. طيب ايضا كابوتون لعلاج ارتفاع الضغط الدم، يعرض ارتفاع ضغط الدم طبعا معروف ان هو ليه اثار مدمره في جسم الانسان، الى مخاطر اصابه بامراض كتيره منها امراض القلب، امراض السكته الدماغيه، امراض الكلى. يستعمل هذا الدواء اللي هو كابوتين لخفض ضغط الدم مما يقلل من هذه المخاطر ان شاء الله، وذلك عن طريق توسيع الاوعيه الدمويه زي ما قلنا، مما يحسن من قدره القلب على ضخ الدم. طيب النوبات القلبيه، طبعا النوبات القلبيه تحدث امتى؟ في بعض الناس ما تعرفش امتى النوبه القلبيه بتحدث، عند انسداد الاوعيه الدمويه. وعاء دم من الاوعيه الدمويه سواء الوردة او الشرايين اتسد، فالضغط القلب الاوعيه الدمويه اللي هي ايه؟ اللي هي بتغذي عضله القلب، يعني القلب فيه عضله، القلب كله عباره عن عضله، فعضله القلب فيه اوعيه بتغذيها عشان تتحرك على طول 70 مره في الدقيقه، تمام؟ مما يعني قله حصول القلب على ما يكفيه من اكسجين. اذا الاوعيه اللي بتودي دم لعضلة القلب مش شغالة مسدودة، فيحصل ايه؟ فما تحصلش على اكسجين فيؤثر سلب على عضلة القلب، تمام؟ فيستعمل هذا الدواء لعلاج المرضى الذين عانوا مؤخرا من نوبة قلبية في انسداد لأوعية الدموية اللي بتؤدي لعضلة القلب وأدى لخفض ضغط الدم وزيادة امداد القلب بالدم والاكسجين. طيب بالنسبه لقصور القلب، قصور القلب ان القلب مش قادر يقوم بوظيفته. قصور القلب او اسمه بالانجلش كونجستيف هارت فيلزر، هو قصور في اداء القلب بحيث لا يعمل بنفس الكفاءه، مما يسبب تراكم السوائل داخل الجسم. سوائل داخل الجسم داخل البطن طبعا، ويستعمل هذا الدواء للمساعدة في العلاج والوقاية من هذه الحالة ويبطئ من تدهور حالة القلب. طيب بالنسبة لاعتلال الكلى السكري، اعتلال الكلى السكري هو أحد المضاعفات الخطيرة للإصابة بالسكر، أحد المضاعفات الخطيرة نتيجة الإصابة بالسكر، تمام؟ السكر من النوع الأول أو النوع الثاني، حيث تفقد الكلى القدرة على أداء وظيفتها.
في التخلص من السموم والسوائل الزائدة في الجسم. فيستعمل هذا الدواء لعلاج اعتلال الكلى، الكلى الناتج عن السكر، حيث يقي من تطور هذا المرض عند الكلى لدى المرضى السكر من النوع الأول أو النوع الثاني. ومادة الكابتوبريل مصرح باستعمالها لمثل هذه الحالات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اللي هي FDA. طبعا الهيئة دي ما بتصرحش لأي أدوية غير لما تكون عملت عليها أبحاث الدنيا كلها. طيب، جرعة كابوتين 25 مللي جرام. يستعمل هذا الدواء بالجرعات التي يحددها الطبيب وفقا للحالة المرضية، ويحظر ويجب استشارة الطبيب، يحظر الاستعمال بدون استشارة الطبيب. طيب، استعمال كابوتين لعلاج ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم، الجرعة المبدئية 12.5 مللي جرام إلى 25 مللي جرام، نصف كورس إلى كورس كامل تقريبا. ويمكن إعطاء كبار السن أو مرضى اعتلال الكلى جرعة مبدئية أقل. طيب، إزاي لعلاج هبوط القلب؟ يستعمل جرعة مبدئية 6.25% إلى 12.5 مللي جرام مرتين إلى 3 مرات يوميا. طيب، كيفية استعمال كابوتين؟ تؤخذ الأقراص بالفم مع الطعام أو بدون الطعام، بحيث يمكن تناوله قبل الطعام أو أثناء الطعام أو بعد الطعام. التلاتة سيان، لعلاج ارتفاع ضغط الدم المفاجئ يمكن استعمال كابوتين تحت اللسان. ده لعلاج ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، نحطه تحت اللسان. طب ليه تحت اللسان؟ لأن في اللعاب منطقة تحت اللسان دي هي أكثر مكان في الجسم بيوصل الدواء بسرعة للجسم للدم، أسرع مكان تحت اللسان. تمام، في ان يعني في خلايا امتصاص تحت اللسان. طب يفضل تناول الجرعات في نفس الموعد من كل يوم. طيب، الآثار الجانبية إيه اللي ممكن تحدث نتيجة تناول الكابوتين؟ ممكن يحدث دوخة، جفاف في الفم، حكة جلدية، إسهال، إمساك، سعال جاف، اضطرابات في المعدة، ضيق في التنفس. الأعراض الجانبية الأقل شيوعا ألم في الصدر وتورم في العينين والشفاه. طيب، ما هي موانع استعمال كابوتين؟ طبعا أول حاجة الحمل والرضاعة، ستات الحمل والمرضعة ما تستعملوش. أيضا الحساسية لمكونات الدواء، أيضا الإصابة مسبقا بأعراض حساسية مثل تورم اليدين أو الوجه أو الشفاه لأسباب غير معروفة، أيضا الإصابة بأمراض مناعية ذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء، كل دول ما يستعملوش كابوتين 25. ويبدو الإشارة إلى أنه قبل استعمال كابوتين لعلاج ضغط الدم يجب استشارة الطبيب في حالة مرضى الكلى والكبد والغسيل الكلوي وأمراض القلب الخاصة بمشكلات ضعف صمامات القلب ومرضى السكري والإصابة مؤخرا بقيء أو إسهال مفرط أو تلقي أدوية مثبطة للمناعة. بالنسبة للحمل يمنع استعماله في الحمل لأن سبب تأثيره على الجنين، يسبب ضرر شديد للجنين. بالنسبة للرضاعة كابوتين يفرز في لبن الأم ويسبب أضرار شديدة للطفل الرضيع. بالنسبة للانتصاب عند الرجال كابوتين، تشير بعض الدراسات إلى أن أنواع أدوية من نوع مثبطات الإنزيم المحاول للأنجوتنسين قد تسبب ضعف الانتصاب عند 1% من الحالات. ومع ذلك أشارت الدراسات إلى أن استخدام مثبطات الإنزيم المحاول للأنجوتنسين قد يكون مفيد في تحسين الانتصاب. يعني دراستين أثبتوا حاجة عكس بعضها، يعني محتاجة دراسات أكتر. طيب، التداخلات الدوائية، هل يوجد تفاعلات لكابوتين مع الأدوية الأخرى؟ يتفاعل أو ينتج أشياء أخرى مضاعفات نتيجة تناول الكابوتين مع المسكنات مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الايبوبروفين واندوميساسين ومثبطات المناعة مثل ازيثروميسين وسايكلوفوسفاميد والأدوية التي ترفع من تركيز البوتاسيوم ومدرات البول وأدوية علاج النقرس والأدوية الخافضة لإيه؟ لمستوى السكر في الدم. طيب، هل كابوتين له بديل؟ طبعا له بديل مثل انجيو بديل، له نفس المادة الفعالة ونفس الآلية الفعل، انجيو بريس ولوتنسين وكابتوبريل. طب، أدوية تحتوي على مادة فعالة مختلفة، ايزابريل وتريبتاز وزيستريل.
يوضع تحت اللسان، أي نعم يوضع تحت اللسان، ويكون امتصاص سريع تحت اللسان وتأثير فعال سريع لخفض ضغط الدم مقارنة بالأدوية الأخرى. هل كابوتين مضر للبول؟ كابوتين لا يعد من مضرات البول، وإنما ينتمي لعائلة دوائية تعرف باسم مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتسهل ضخ الدم للقلب. هل كابوتين يسبب سعال؟ طبعا السعال الجاف هو أحد الأعراض الجانبية لكابوتين. لو كملنا كلام عن كابوتين علاج لارتفاع ضغط الدم، فكابوتين يكثر الكلام عنه لأن هو في أشياء كثيرة، وهو من حبوبات الضغط الدم في الإنسان. الاسم العلمي ليه هو كابوتين، وكابوتين هو حبوب منظم الضغط ويحتوي على المادة الفعالة كابتوبريل، ومصب التنافسي لإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهو يساعد على توسيع الأوعية الدموية التي تؤدي لعضلة القلب. وزي ما قلنا إن هو يوضع تحت اللسان ويستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب واختلال البطين الأيسر بعد احتشاء عضلة القلب واعتلال الكلية السكري في مرضى السكر. كل هذه أشياء قلناها قبل كده بالنسبة للكابوتين. في حاجات تانية نتكلم عليها بالنسبة للكابوتين، في أقراص زي ما قلنا 25 وفي أقراص 50، 25 مللي جرام و50 مللي جرام. قلنا إن هو يتناول قبل الأكل، بعد الأكل، أثناء الأكل، التلاتة زي بعض. بالنسبة لكابوتين زي ما قلنا يستخدم لخفض ضغط الدم المرتفع، تقليل فرص الخطر المعرض له الجسم نتيجة ارتفاع ضغط الدم، يحسن من ضغط الدم في القلب، وعلاج حالات هبوط القلب، ويستخدم لمن يعانون مؤخرا من نوبات قلبية. مسموح باستخدامه لمرضى السكر ومرضى الكلى، لأن مرضى السكر ومرضى الكلى بيبقى فيه أدوية كتيرة بتسبب لهم مشاكل. بالنسبة آخر نقطة نتكلم فيها، ما هو سعر دواء كابوتين؟ سعر 50 مللي جرام، تركيز 50 مللي جرام سعره 11 جنيه مصري سعر العبوة، أما تركيز 25 مللي جرام برضه سعر العبوة 11 جنيه مصري، وده آخر سعر اتعرفنا عليه. ممكن يكون الأسعار اتغيرت في نهاية الفيديو. أرجو إن أنتوا إن شاء الله تكونوا قد استفدتم، والرجاء ضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، وعمل شير للفيديو على حسابك على الفيسبوك، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.